كيفاش عشتي هذا الجو هذا بعدا كيفاش عشتي هذا الجو ديال هذا المقابله؟ الجو شي حاجه كبيره الحمد لله، واحد الشعور يعني لا يوصف. الحمد لله ربحنا الماتش وان شاء الله نتمناو نربحوا الماتش الجاي ونلعبوا لا فينال ان شاء الله ونديو كاس، علاش لا؟ ان شاء الله. والدراري قاعد يلعبوا مزيان الله يعطيهم الصحه. جيتي اليوم انت خصيص ولا جيت كنتي من قبل؟ انا البارح جيت من اسبانيا، جيت من مدريد. غتبقى ولا غادي ترجع دابا من اللي ان شاء الله غادي نبقى ان شاء الله غنبقى حتى ان شاء الله. شكرا شكرا بزاف. شعور لا يوصف الحمد لله، وصلنا لمرتبه عاليه في هذا المونديال ديال 2022. كنبغي نبلغ الشكر للدراري كاملين، لا لي روبلاسون، الدراري اللي تيتولاف، كل شيء كان في المستوى، المدرب في المستوى، الجمهور في المستوى، شعبنا زوين، المغرب زوين، بلادنا واعره، نستاهلوا كل خير. وانا من اليوم ما كاين غير الشطيح والرداح. وصراحه الفوز ديال التروفي المغاربي هذا العام هذا يستاهلوه، وبان عن جدارة. علاش؟ باش انك تكاليفي انت الاول في مجموعه اللي فيها منتخبات طوب، تنقولوا على بلجيكا مثلا، بلجيكا في احسن ايبوك ديالها هي هذه، كندا عندهم احسن تيم اللي عندهم في التاريخ ديالهم راه هي هذه، كرواتيا بمودريتش ديالها، وتسنا حنا الاولين وتمات علينا هدف بالغلط باش نقصوا اسبانيا، لعبوا معاهم 120 دقيقة، ونقصوا البرتغال بدون شك الفريق هذا العام صراحة شي حاجة اكسبسيونيل، وإن شاء الله كنتمنى نشوفوا راسنا في الفينال، ولا ربحنا ولا ما ربحناش صافي، حنا اللي بغينا راه وصلنا ليه الحمد لله، كنا كنتقصوا من الأدوار الأولى، ودابا الحمد لله الصراحة راه اللي بغينا وصلنا. وكنبغي نبلغ الشكر للوالد ديالي البرومي تور في الماتشات ديال المجموعات، الفلوس اللي جيت بهم كنت ناوي ندير بروجي مع الوالد، خسرتهم. المغرب ما كنتش معاول غيدوز دازو، خسرت الفلوس. كنبغي نبلغ الاسف، كنقولها شكرا، وكنموت عليك المدام ديالي طوكيو بعد الخاتم ديال الزواج، وقالت لي باش نبقى ونتفرج في المنتخب، وغنبقى انايا والصداق اللي عطيها غير تعاود تردوا لي ونتفرج في الدوبي فينال، وديما مغرب وديما مغرب. السلام عليكم. واو هاد لا ماجي، برافو عليك. تحية للشعب المغربي، تحية محمد السادس. الحمد لله والشكر لله، حنا فرحانين بهذا الانتصار. عندي واحد الفيديو عندي انا، ارى لينا ارى هل من مزيد، هذوك اللي جايين تا هما مرحبا بهم. والربح الكبير في هذا المونديال هو هذا، وان قطر هزت لنا الدرابو، حنا المغاربه حنا هزينا لها الدرابو، والمونديال منظم عندهم وحنا معاهم، ونطلبوا الله الخير والله يسهل علينا ان شاء الله كاس العالم ديالنا. شكرا شكرا. الله سبحانه وتعالى لحقاش وقف معنا، وقف معنا في المره الاولى وفي المره الثانيه، وكل مره كنقولوا يا ربي غير هذه المره، يا ربي غير هذه المره، كنشكر الله. وهذا النهائي ان شاء الله، النهائي ان شاء الله. تحياتي لوالد الركراكي كوتشين، تبارك الله ناضي، فرحنا. وتحيه للدراري ولاد البطوله، بقوا معنا في الدفاع، تقاتلوا معنا بدر بانو الدراري كامل. شكرا شكرا بزاف، وحنا فرحانين، وان شاء الله غنتاهلوا ديما مغرب وعاش محمد السادس، ونديروا فينا ان شاء الله يا ربي. تحيه للناس ديال البكاره سيدي سليمان، الله يسهل عليك. تحيه للناس ديال المقصري. شكرا. مبروك علينا ديما مغرب، مبروك علينا ديما مغرب. يا جيبوها للولاد، غنجيبوها ولا ما نجيبوهاش؟ نعم نجيبو لها، نجيبوها. نعم يلاه تبارك، مبروك علينا، ميرسي بوكو، تبارك الله عليك. شكرا. يلاه سيري الى ما يخصكش نعاودوها. معليش يلاه تفضلي. حنا الحمد لله فرحانين بزاف، هاد الفرقه فرحتنا بزاف، فرحه البلاد المغربي اوني فيغ دو، والله الوطن الملك. شكرا. عطي اللي بنيسه المغرب العربيه، يقدر اللي بغيتي تفضلي باي لغه. المنتخب المغربي فرح البلاد كامله، فرحنا حنا المغاربه، الشعب، كل شيء. شكرا لهم، شكرا بزاف لهم، شكرا لهم بزاف. شكرا. تفضل. حنا فرحانين، المغرب دار واحد الانجاز اللي شي حاجه مستحيله، هادشي راه الحماق ما غادي ما كيدخلش للعقل، داكشي علاش ما عرفت.
ما عنديش بحال قلت لك كلمات باش نعبر على سميتو ديالي، ولكن راه شي حاجه الخيال العلمي ان شاء الله. ان شاء الله الفينال والكاس ان شاء الله. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب بزاف هادشي راه ما كاين ما كيدخلش العقل. وان شاء الله كاين الكاس 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 ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.